احنا الشباب راح نشارك بالانتخابات لان عندنا امل كبير انه يتغير الواقع معنا، وان شاء الله يعني نتامل بالمرشحين الجدد ونتامل بالواقع اللي راح يصير، لان هالسنه راح تصير ان شاء الله انتخابات نزيهه. اتمنى اللي يتغير ورا الانتخابات الوضع المعيشي بالعراق عامه يتغير، يعني من الناحيه الاقتصاديه والامان يعني كل شيء، البنى التحتيه، البنى، المدارس والمستشفيات. لا والله حياتي ما اشارك. ليش تدري ليش؟ لان شايفين من اللي انتخبناهم ايش عملوا؟ ايش طوروا؟ ايش عملوا؟ عملوا شيء بالبلد؟ بلطوا لنا شارع؟ يوم جانا احد المسؤولين او هذا رئيس الالماني فلان تنظيف وطلع، هذه ايش شفنا منهم؟ ساعدوا شنو؟ عملوا شنو بالله؟ حكومه تجي افسد من حكومه، سبحان الله، البوق والنهب والسلب وبيناتهم، وبس يتكاون على الكراسي والمواطن خلي بالجهنم. أنا كشاب من محافظة نينوى أبسط شيء اللي أتمنى أنه مستشفى بالموصل موجودة، دعك عن باقي المحافظات، يعني لا مطار ساعة إحنا عندنا، لا جسر، يعني إن شاء الله أهل الموصل هم اللي يغيرونها. إن شاء الله راح ننتخب وإحنا نسعى للتغيير للأحسن، ونشجع الوجوه الشابة اللي ظهرت حديثا بالانتخابات مرشحين، وإن شاء الله القادم أفضل. عسى نتأمل أنه يكون الجاي أحسن من اللي راح، وننهض حالنا حال بقية البلدان العربية.